السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناتكم من طنجي. كنتمنى تكونوا في أتم الساعة والعافية. وصلنا في الحلقة 108 اللي غنتكلموا فيها حول الموضوع ديال بعض الأسر كيسولوني كيقولوا شكون هي أحسن وضعية ديال التغطية الصحية الإجبارية ديال الأمور اللي غتناسب لي الحياة الشخصية ديالي. فكل ما عليكم تشاهدوا مع الفيديو إلى آخره، ثم ما تنساوش ديروا إعجاب وتشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. قلنا كاين بعض الأسر أو العائلات اللي باغيين يستافدوا من التغطية الصحية الإجبارية، ولكن كاين هناك ثلاثة ديال التغطية الصحية الإجبارية. منهم اول تغطيه اللي هي التغطيه الصحيه الاجباريه ديال الامو صدامون، والتغطيه الصحيه الاجباريه ديال الامو الشامل، والثالثه والاخيره اللي هي التغطيه الصحيه الاجباريه ديال تي ان اس. هادو ثلاثه ديال التغطيه الصحيه الاجباريه كاين اللي كيعرفهم وكاين اللي ما كيعرفهمش. المهم باش بلا ما نطول عليكم تحاولوا تتبعوا مع الفيديو الى اخره باش تعرفوا اشنو كيعنيو هاد الثلاثه ديال التغطيه الصحيه الاجباريه. نبداو اول تغطيه صحيه اجباريه اللي هي امو تضامن. هاد امو تضامن اللي هي خاصه بالاشخاص الغير قادرين على دفع تكاليف العلاج. كنقصدوا به هذوك الاشخاص اللي هما ما عندوش باش يدفعوا تكاليف العلاج، يعني الدوله كتعاونهم، اي يعني الدوله كتعاد الناس هادو اللي هما عندهم امراض مزمنه اللي هما متبعين العلاجات ديالهم كمثل السكر كمثل الدياليز كمثل مرض السرطان. فهادو الدوله عملت لهم ان غتعاونهم بدون الشراكة الشرعية، يعني هما غادي يعمروا الملفات ديال الدواء ديالهم، داكشي اللي غادي يخسروا غيتعوضوا عليهم في آخر ديال الشهر. إذا هذه فهمناها، هذه أمور تضامن خاصة بالأشخاص الغير قادرين على دفع تكاليف العلاج. طريقة التسجيل، أول خطوة كتسجل في السجل الوطني للسكان، موراها كتعطيك واحد المعرف المدني والاجتماعي الخاص بك، بعد إذن كتسجل في السجل الاجتماعي واحد، ثم بعد إذن موراها كتعطيك واحد النقطة اللي هي عبارة عن مؤشر الاجتماعي الاقتصادي، هذا المؤشر هو خاص يكون أقل من 9.32. فإذا تسجلت في السجل الوطني للسكان، تسجلت في السجل الاجتماعي واحد، وعطاك مؤشر موراها أقل من 9.32، فيمكن لك الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية أو متضامن مجانا. إذا شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك تمشي الخطوة الثالثة اللي هي التسجيل في منصة الخاصة بأمو تضامن، وهذه المنصة اللي هي ديجا شرحتها في أحد الفيديوهات كيفاش كتسجل فيها، كيفاش كتدخل تعمر كل المعلومات الخاصة بكم بشرط يكون عندكم مؤشر أقل من 9.32. إذا هذه حنا فهمناها الطريقة ديال الاستفادة. دابا ندوزو للتغطية الصحية الإجبارية أمو الشامل. هاد أمو الشامل أشنو كتعني؟ وشنو الفرق بينها وبين أمو تضامن؟ أمو الشامل هي خاصة بالأشخاص القادرين على دفع تكاليف العلاج، يعني هادو اللي قادرين انهم يخلصوا على راسهم او شي واحد من العائله ديالهم هو يخلص عليهم. لماذا؟ لان الناس اللي مشاو تسجلوا في السجل الوطني للسكان وتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد ومورها تعطيهم مؤشر فايت العتبه ديال 9.32، فهادو بامكانهم انهم يستافدوا فقط غير امو الشامل، يعني غادي يوليو خلصوا الشراكات الشرعيه. وديكشي على حسب المؤشر اللي عندك، كما شرحنا في الفيديوهات السابقة، شرحت في الفيديو اللي كتشوف معايا في الشاشة، وأكدت وقلت بأن إذا كان عندك مؤشر فايت العتبة ديال 9.32 فأنت غير مستفيد من التغطية الصحية الإجبارية ديال الأمو تضامن اللي شرحناها في الفئة الأولى، اللي شرحناها في أمو تضامن في الفيديو هذا. يعني ما عندكش الحق تستافد مجانا. إذا شنو غتعمل؟ خاصك إذا بغيت تستافد وتعوض على هذيك الملفات الطبية ديالك، خاصك كل شهر تخلصهم واحد النسبة مئوية ديال المبلغ المالي. وبديتي على حسب المؤشر اللي عندك كما قلنا، كما كتشير معنا في الطابلو هذا، كل واحد على حسب مؤشر، وانت كتشوف المؤشر اللي دخل عندك في هذه القائمه هذو، في القائمه الاولى ولا في القائمه الثانيه ولا في القائمه الثالثه ولا في القائمه الرابعه، انت كتشوف المؤشر فين دخل عندك. فاذا لقيتي عندك مؤشر دخل في قائمه فيها مبلغ طالع بزاف، فهنا كنصحك ما تكملش او كنصحك دير الغاء شامل في السجل الاجتماعي الموحد. فكما كتشوف معنا في القائمه كل واحد على حسب المؤشر اللي عنده. والطريقه التسجيل كما شرحنا في الاولى ديال المتضامن، كتسجل في السجل الوطني للسكان وكتسجل في السجل الاجتماعي الموحد وكتستنى يخرج لك مؤشر. اذا خرج لك مؤشر اقل من 9.32 فمبروك عليك، تسجل في منصه ديال امو تضامن الخاصه بالاشخاص الغير قادرين على دفع تكاليف العلاج. اما اذا خرج لك مؤشر فايت العتبه فانت غير مستفيد من التغطيه الصحيه الاجباريه مجانا، يعني غتولي تخلص الشراكه الشرعيه في امو الشامل. طريقه التسجيل، كخصك اول حاجه يجيك مؤشر فايت العتبه، عاد عندك حق تسجل في المنصه هذه باش تقبل. وكما قلنا طريقه التسجيل، كتسجل بالاولى في السجل الوطني للسكان ثم السجل الاجتماعي الموحد، بعدين كتنطلق الى التسجيل في منصه الخاصه في امو الشامل. كما شرحنا في الفيديو اللي كتشوف مع الشاشه، شرحت فيه كيفاش كتسجل امو الشامل من اول فيديو الى اخره، ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. إذا هاد أمو الشامل حنا فهمناه طريقة التسجيل ديالها. دابا ندوزو للتغطية الصحية الإجبارية ديال أمو تي إن إس. أشنو كتعني؟ هذه كتعني الخاصة بالأشخاص العمال الغير أجراء. شكون هما العمال الغير أجراء؟ اللي هما ديك صحاب الحوانات أو البقالة أو الفلاحين أو الصناع الحرفيون، المهم اللي خدام على راسو، ما خدام على حتى شي واحد، هذا اللي خدام على راسو عنده حق حتى هو يستافد من التغطية الصحية.
وكيخلص واحد النسبه مئويه، كاين اللي كيخلص 100 درهم، كاين اللي كيخلص 120، كل واحد شحال كيخلص. وهذوك اللي فيهم كيستافد من الدعم الاجتماعي المباشر بشرط يكون عندهم مؤشر تحت 90.743، فهادو بامكانهم انهم يستافدوا حتى من الدعم الاجتماعي المباشر باش يصعدوا لهم التعويضات ديال الابناء ديالهم. طريقة التسجيل حتى هما كتسجلوا باش كيستافدوا من التغطيه الصحيه اجباريه، كيمشيو للمنصه ديال لاسانيسيس وتما كتسجلوا وكيتعطى واحد الرقم ديال التسجيل الخاص بهم، ثم بعد ذلك كيستافدوا من التغطيه الصحيه الاجباريه ديالهم وديال الابناء ديالهم، وعندهم حق حتى هما انهم يستافدوا من دعم الاجتماعي المباشر، ولكن بشرط يكونوا ما كيستافدوش شي دعم من شي جهه اخرى. فهذه هي الثلاثه ديال التغطيه الصحيه الاجباريه اللي كتشوف معايا. اول تغطيه اللي هي امور تضامن الخاصه بالاشخاص الغير قادرين على دفع تكاليف العلاج، والتغطيه الثانيه اجباريه اللي هي امو الشامل الخاصه بالاشخاص القادرين على دفع تكاليف العلاج. اما التغطيه الصحيه الاجباريه ديال امو تي ان اس الاخيره اللي هي خاصه بالاشخاص العمال الغير اجراء. اذا هادو فهمناها. انا ملي كنتسجل في السجل الوطني للسكان كنتسجل في السجل الاجتماعي الموحد، هادشي على حسب. اذا كنت انا جبت مؤشر تحت العتبه ديال 90.33 فبامكاني انني نسجل امور التضامن اللي هي الاولى. اما اذا جبت 90.500 او 600 او 700 او 800 فانا غير مستفد من التغطيه الصحيه الاولى. اذا شنو خصني نعمل؟ خصني نمشي نستفد من التغطيه الصحيه الاجباريه ديال امو الشامل باش نستفد من التعويضات ديال الدواء اللي كندفع كل شهر. وكذلك اذا كان شي واحد من الابناء ديال المرض كندفع له الملف ديالو باش كيستفد حتى هو. ولكن من الاحسن كما قلنا يكون عنده مؤشر ماشي طالع بزاف، باش يحاول انه يخلص الشراكه الشهريه تكون ماشي طالع بزاف، واحد المبلغ يكون يعني يكون ماشي طالع بزاف. اما اذا كنت يعني خدام على راسي وعندي الحانوت ديال بعشره، ومثلا انا فلاح، او مثلا انا سابق قاص، او مثلا انا عندي مطعم وعندي شي متجر بوزيك كنبيع شي فيه، فعندي حق ديك الساعه نسجل في التغطيه الصحيه الاجباريه التسليه مزيانه ليلي اللي هي امو تي ان اس. فهذه مزيانه ليلي كنخلص واحد الشركه الشهريه كل شهر، وفي نفس الوقت كنستافد من التغطيه الصحيه الاجباريه، وعندي حق انني نسجل في الدعم الاجتماعي المباشر بشرط ما نكونش كنستافد من شي دعم شي جهه اخرى، وبشرط يكون عندي مؤشر تحت العتبه ديال 90.743. اذا هادو حنا فهمناهم. ندوزو واحد النقطه اللي هي مهمه حول هادوك الناس اللي مازال ما خلصوش الشراكه الشهريه، اشنو هو المصير ديالهم؟ كيقصدوا بها العمال غير الاجراء اللي عملت معهم الدوله انهم مشيو عملوا اعفاء على الديون ديالهم السابقه. ثانيا الدوله عملت معهم انهم خلصوا ديك الشركات قدام، ولكن شنو عملوا لهم؟ عملوا لهم واحد الحل اللي هو مناسب، انهم يعني مشوا يعملوا استمرار ديالهم باش يعملوا اعفاء ديال الديون ديالهم بشرط انهم يخلصوا 5 شهور متتابعه، يعني يخلصوا شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4. وكاين اللي فيهم اللي كان تقطعوا الدعم بسبب انهم ما خلصش الديون عليه، ولكن مشى دابا خلص 5 شهور اللي هي شهر 12 و1 و2 و3 و4 وفي نص تطلق له الدعم، ودابا كيستافد من الدعم الاجتماعي المباشر. ومع دابا التشهيدين دابا بامكانه الاستفاده من التغطيه الصحيه الاجباريه، ولكن كاين شي بعض منهم اللي هما ما خلصوش ديك 5 شهور متتابعه. الدوله عطاتهم الحل انه باش يمشيو يخلصوا الشركه الشهريه، ولكن ما خلصوش الشركه الشهريه. اذا شنو هو الحل اللي عندهم؟ الحل الوحيد اللي هو انكم خصكم تمشيو لاسينيسيس باش تهنوا من هذا الشيء هذا كامل، وتشوفوا الاجراءات اللي غيتاخذوا معكم، يعني نعمل اعفاء على الديون، عمو واحد الاستماره عندهم في لاسينيسيس، وكذلك باش نعمل اعفاء الديون. بعد اذن كنخلص ديك 5 شهور، اما تخلصها كل شهر او لا تخلص دفعه واحده. هنا شفت انت شنو غيقول لك تما، ما تتبعش حتى شي اراء ديال شي واحد، مشي لاسينيسيس باش تعرف شنو كاين. كنتمنى يعني تكون فكره واضحه، لان كنت باغي نعمل حلقه خاصه على هؤلاء، ولكن انا ضفت مع هاد الناس اللي كيقول لك شنو هو امو اللي غيناسبني، فجاوب هو كيما وضحنا في الفيديو هذا، قلنا كاين ثلاثه ديال الوضعيه ديال امو، وانت كتشوف امو اللي غتجي معك، هادشي على حسب المؤشر اللي عندك. وصلنا الى نهايه الحلقه هذه، كنتمنى كل واحد يبارطاج الفيديو مع كل عائلات والاسر اللي كيسولوا حاله شنو هي احسن وضعيه ديال امو ديال التغطيه الصحيه، فجاوب هو كيما وضحنا في الفيديو هذا. وفي الختام فضلوا يسال امر تبقى علينا بالزر والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.